ننتقل إلى أداء الأسواق العالمية ومع في استوديو البرنامج السيدة لينا قنوة محلة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا. لينا طبعا ترتفع لدينا أعداد الإصابات بشكل مخيف جدا وقياسي في الهند، ربما هو الأعلى بين الدول التي تسجل ارتفاع في الإصابات بسبب هذه السلالة المتحورة. هل الهند بحجمها وثقلها في الاستهلاك العام للنفط ستدفع أسعار النفط المزيد من التراجع كما نلاحظها اليوم؟ نعم، بالنسبة طبعا لأسعار النفط والتراجعات، نحن عم نشوف من جهة تعافي اقتصادي قوي قادم من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والمقابل ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا بالسلالة المتحورة بالنسبة للهند وأيضا اليابان. يعني نحن بنحكي عن إصابات، عدد الإصابات اليومية في العالم تقريبا 890 ألف إصابة يوميا، وعم نحكي هلأ عن الهند 350 ألف إصابة يوميا. لا ننسى أن الهند هي ثالث دولة مستهلكة للنفط، نحن نتحدث عن 6.7 تقريبا 67% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العالمي تشكل الهند، وأيضا متوقع في عام 2020 حسب إحصائيات عام 2020، في عام 2021 متوقع أنه 6.91 من الاقتصاد العالمي. تشكل الهند بالنسبة لي تقريبا من استهلاك للنفط بحوالي 4.4 مليون برميل يوميا، من شكل 4.6% من الدول المستهلكة للنفط. يعني هي أكبر من استهلاك تأتي بعد يعني اليابان بعد الهند من حيث دول المستهلكة للنفط. فالمخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس من المتحورة في الهند، وأيضا المخاوف أيضا من إغلاقات جديدة في اليابان سوف يؤثر على أسعار النفط، وممكن نشوف، نحن عم نشوف النطاقات للخام الأمريكي الخفيف بين 57 وأيضا تقريبا عند 68. فهذه النطاقات اللي عم نشوفها الكبيرة هي تعتبر في الأسواق المالية نطاق جانبي، فلا أتوقع يعني استمرار النطاقات يعني الأسعار ضمن تلك النطاقات لأسعار النفط في هذه الفترة، سوف تستمر هذه النطاقات. طيب خلينا ننتقل إلى الدولار. نجد أن الدولار يتراجع عند أدنى مستويات في 8 أسابيع، الأنظار تتجه إلى اجتماع الفيدرالي وبالتالي اللعب على موضوع طبعا شراء برنامج شراء السندات. إلى أي حد تعتقد أنه الدولار سيقبع في هذه المناطق خاصة مع مراقبتنا لعوائد السندات الأمريكية، وإلى أي حد ترشح العملات الأخرى التي تستفيد من تراجع الدولار، وهل الاتجاه من الدولار نحو اليورو بالضرورة يكون؟ نعم، بالنسبة للدولار الأمريكي عم نشوف التراجعات عليه. طبعا عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد ما ارتفعت وصلت لأعلى مستوياتها ب 14 شهر، عم نشوف التراجعات، نحن بنحكي عن 1.56%. أيضا اجتماع الفيدرالي الأمريكي شو رح يكون اتجاهه نحو السياسة النقدية، المتوقع أنه لا تغيير في السياسة النقدية، سوف يستمر بتحفيز الاقتصاد، فبالتالي ربما هذا عم يعطي ضغط على الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة، وأنا بتوقع أنه يبقى الضعف في الدولار الأمريكي. رح نشوف نطاقات متذبذبة للدولار الأمريكي عم بيأثر على اليورو، كما ذكرت اليورو عم بيرتفع بشكل كبير، عم نشوف 1.21 ممكن يوصل 2.21 1.23. طبعا لا ننسى أنه عم نشوف أنه البيانات القادمة من منطقة اليورو عم نشوفها أنه بنمو قطاع الصناعات التحويلية 63.6، عم نحكي عن قطاع الخدمات توقف على الانكماش منذ شهر أغسطس منذ عام 2020، وعم نحكي عن فهي البيانات الاقتصادية الإيجابية اللي عم نشوفها من منطقة اليورو عم تدعم اليورو نحو الارتفاع. ممكن نشوف 1.23 1.24، وأيضا حملات التطعيم، حملات التلقيح اللي عم رئيس المفوضية الأوروبية عم تقول سوف تستمر، وأيضا رح تزيد أنه من جرعات التطعيم رح يلعب دور في التعافي الاقتصادي. يعني ربما هناك خروج من منطقة يعني بدأنا يعني بوادر آمال بتعافي اقتصادي في منطقة اليورو، وبالتالي تأثير، وأيضا لا ننسى البنك المركزي الأوروبي الذي يعني قرر إبقاء سياسته النقدية كما هي وسيستمر بتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو، كلها ستلعب دور إيجابي. يعني هناك تعافي اقتصادي فبالتالي تأثير الاقتصاد طب ألا تجد التناقض بين يعني رؤية التعافي الاقتصادي وبين في نفس الوقت ارتفاع الإصابات في كل من الهند
الهند واليابان التي حتى الآن يقال إنه أثرها لم تنعكس بالضرورة على الطلب العالمي، ستظهر بعد قليل، وخاصة إذا تطور عدد الإصابات والوفيات بشكل واضح لدينا في آسيا. يعني يبدو أنه في شهية للشراء على الأسهم وتقوده عملية التفاؤل التي ذكرتيها، متغاضين تماما عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا. نعم بالفعل هذا صحيح، متغاضين على الأرقام اللي عم نوصل بعدد الإصابات، لأن عم نشوف تعافي اقتصادي، سواء عم نتوقع جولدمان ساكس للاقتصاد البريطاني مثلا ارتفاع ب 6.7%، كانت التوقعات يعني أقوى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 5.3%. عم نحكي عن دول عظمى في مؤشر مديري المشتريات بالولايات المتحدة الأمريكية، عم نحكي عن بريطانيا، عم نحكي بمنطقة اليورو، عم نحكي عن نمو في قطاع الخدمات، نمو بقطاع الصناعات التحويلية بشكل كتير كبير. فهناك عم نشوف إقبال وشهية المخاطرة على أسواق الأسهم متغاضين عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. لا ننسى نتائج الشركات أيضا كانت من قطاع البنوك، سيتي بانك، بنك أوف أمريكا، جولدمان ساكس، ايضا عم نحكي عن اليونايتد هيث من قطاع الرعايه الصحيه، كوكاكولا. لا ننسى انه هي كلها جاءت فوق التوقعات، فلها تاثير ايجابي على قوه التعافي الاقتصادي في الولايات المتحده الامريكيه. ايضا شركه تسلا اليوم عم نترقب، رغم اعطتنا نتائج مخيبه للامل في الربع الرابع، عم نتوقع انه تعطينا ايضا نتائج على العائد على السهم. فيجب مراقبه الان النتائج وكم ما مدى تاثيرها على الاسواق، ويوم غد الفابيت ايضا، فكلها تاثير. لكن اعتقد احتمالات ارتفاع الأسهم ما زالت واردة على أسواق الأسهم الأمريكية، بسبب أيضا ما زالت حزم التحفيز من قبل البنوك المركزية. نعم. وتوقعات باستمرار التحفيز سواء من بنك المركزي الأوروبي وأيضا من بنك الفدرالي الأمريكي وبنك كندا الذي يقوم بتقليص برنامج شراء الأصول، فسوف يستمر بسياسته بتحفيز الاقتصاد. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب.